كل جمهور النادي الاهلي. يمكن خلاص بقى نقدر نقول اقل من 3 دقائق وتنطلق مباراه بطوله منطقه القاهره طبعا الاهلي والجزيره. لكن قبل ما اتكلم طبعا على المباراه والاجواء والكواليس هيبقى معايا طبعا واحده من نجمات النادي الاهلي كابتن نور علي طلعت. نور الحمد لله على السلامه والف سلامه عليك. طبعا غياب اكيد الفتره اللي فاتت بنقول الف سلامه وجمهور النادي الاهلي بيقول لك الف سلامه. قول لنا بس ايه اللي حصل، انا شايف جبس في ايده كده، طمنيني وطمني كل الجمهور. الله يسلم حضرتك، ميرسي وشكرا لكل جماهير النادي الاهلي. كنت رايحه تمرين في يوم وعملت حادثه بالعربيه، يعني في عربيه قدامي لفت كده كنت بحاول اتفاداها، بس الحمد لله ان هي جت على قد كده. وان شاء الله خلاص قربت رحله العلاج ان هي تخلص، فاضل اسبوعين ان شاء الله وافك الجبس وابدا التاهيل ان شاء الله. السلام عليك. طبعا دورك اكيد كان كبير بالنسبه للموسم بالكامل وكمان بطوله المنطقه، انتوا حققتوا دوري المرتبط ودوري السوبر ان شاء الله النهارده باذن الله تكتمل الثلاثيه. قولي لي المعنويات بالنسبه للعيبه عامله ازاي، مركزين ازاي، وهدفكم اكيد البطوله دي. طبعا هي يعني البطوله دي بتاعت السنه اللي فاتت، بس احنا كان مهم بالنسبه لنا قوي ان احنا ناخدها ونبدا بيها السيزون الجديد. هي فاضل كان فيها ماتشين بس كنا يعني واخدينها كاستعداد للبطوله، التوقف دوت يعني عشان نرجع لبطوله المرتبط، والحمد لله يعني بنأدوا اداء مشرف وناخد بيه البطولات الكتيره بتاعت السنه دي ان شاء الله. خلاص لحظات وهتبدا المباراه باذن الله، لكن لو في رساله بتقوليها لكل اللعيبه او انت قلت لهم ايه قبل المباراه دي، ان شاء الله باذن الله الفوز يكون مع لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله طبعا الفوز، وهو هم طبعا كلهم جايين مستعدين، دي اول بطوله في السيزون الجديد باللعيبه الجديده اللي احنا جبناهم السنه دي والصفقات الكويسه جدا، فان شاء الله نعمل ماتش حلو وتبقى بدايه موفقه للسيزون ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. ميرسي. اكيد بنشكر طبعا نجمه من نجمات النادي الاهلي كابتن نور علي طلعت، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون متواجده مع فريق النادي الاهلي. لحظات بسيطه جدا يا كابتن هيثم باذن الله، ونسيب بقى كل جمهور النادي الاهلي يتابع نقل مباشر وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي لنهائي منطقه القاهره بين النادي الاهلي ونادي الجزيره. عوده ليك يا كابتن هيثم من جديد.